ما فيهاش فصال يعني، بس ما نخرجش من جنوب افريقيا، ما نخرجش من جنوب يعني افريقيا. قلت هناخد يعني قلت هنعدي جنوب افريقيا. اجيري كان عاجبك يا كابتن؟ هو اجيري السي في بتاعه كويس يعني، اجيري كمدرب السي في بتاعه كويس. كان في اجماع من الاتحاد؟ لا مش موجود. انا عارف انت كنتش موجود، لكن انا بتكلم شهرين. اكيد عرفت. ما اصل احنا ما كانش لنا علاقه بالمنتخب الاول. المنتخب الاول كان مسؤوليه كامله للمهندس هاني ابو ريه. بقول لك انا رحت زرت المنتخب 10 دقائق، الوش اتقلب برضه، ازاي تروح تزور المنتخب وكاني مشجع يعني. فالحاجات اللي كانت غريبه جدا يعني في الوقت انه كان في اعضاء كتير موجودين على طول. انا مستغرب يعني، ما انا برضه لا في عضو اتخانق مع لعيب يعني ما اعرفهاش. فلكنه يعني ساعه قضيه قصه عمرو ورده راح 4 من الاعضاء كانوا موجودين او 3 راحوا مع المهندس. لا ده كان في ناس مقيمه وهكذا يعني ما علينا. لكنه لا، الاتحاد كان ممكن يبقى افضل من كده بكتير. واحنا عندنا، لان انت عندك مش اقل من 3/4 المجلس حقيقه ناس محترمه جدا وناس اقويه جدا جدا وناس عندهم رؤيه بشكل جيد. يعني انا مثلا حاجات كانت بتزعلني جدا انه حازم امام كان زعلان جدا، وحازم شاطر وبيقول كلام حلو وكلام جميل يعني، بس زعل بقى زعلان. سيف زاهر كان بيحارب زي حرب ضروس يعني، وزعل. انت عارف الاثنين دول قدموا ما حدش يعرف قدموا استقاله وانا منعتهم من تقديم استقالتهم، خاصه حازم اكتر من قبل كاس الامم. وانا داخل الاتحاد يعني، كان حازم انا داخل وحازم مستقيل وانا اللي رجعته. وسيف اكتر من مره مش عايز يستقيل، مش عايز يكمل. خالد لطيف اعتراضا على ايه بقى؟ كان ما هو ده من اللي بيحصل، ما كانش حد بيجتمع. ما فيش اجتماع، قعدوا 6 شهور. ابو الوفا ده يعني، محمد ابو الوفا ده جميل شربات يعني، بيجي من سوهاج مخصوص، ما لقيش اجتماع. الاجتماع اتلغي يوميها. دينا عبد الفتاح بتيجي من الشرقيه ما تلاقيش اجتماع مثلا. دينا رفاعي، عفوا، دينا رفاعي تيجي ما تلاقيش ايه ده. فلا كانت في خلطبيط. فبدانا يعني نظبط الامور دي بشكل الى حد ما، بس كانت في قوه داخل الاتحاد لا شغاله بتفرملك، بترجعك مش عايزك تشتغل يعني، وتعمل وقيعه بينك وبين انديه، بينك وبين موظفين داخل الاتحاد، بينك وبين هاني ابو ريده. وانا علاقتي الحقيقه بهاني ابو ريده ممتازه يعني. انا بتكلمه كابتن؟ لا بعد ما عندناش علاقه دلوقتي. احنا من قبل ماتش جنوب افريقيا يمكن ب 10 ايام قابلته ماتش جنوب افريقيا، وما تقابلناش حتى لا تقابلنا ولا اتكلمنا، لانه ما زال برضه بيستمع. اما وقت الاستقاله كان ايه اللي حصل؟ بالليل قال لنا نستقيل. بعت لكم يعني؟ لا انا نستقيل، بعت رساله يا جماعه عندنا جروب هنستقيل، الاجواء العامه لا تسمح والدنيا مش حلوه. انا كنت على الهوا في الوقت ده انا فاكر. والناس مش مبسوطه فنستقيل. وبعدين راحت مبعوثه الاستقاله يعني اثرنا. في حد ما كانش عايز في الوقت ده؟ طبعا في 3 ما كانوش عايزين. 3؟ طبعا. مين ومين يا كابتن لو تقدر؟ دكتور كرم كردي ما كانش عايز. كابتن مجدي عبد الغني ما كانش عايز. دول الاثنين في البدايه ما كانوش عايزين يعني. وحضرتك دخلت يعني ولا؟ لا ما دخلتش، بالعكس انا كمان ما كنتش برحب بالاستقاله في الاول. ما كنتش مرحب؟ ما كنتش مرحب بالاستقاله في الاول يعني. ليه يا كابتن؟ ده يعتبر فشل. ما عنديش ذنب يعني، انا ما عنديش اي ذنب في حاجه يعني. طبعا انا بتكلم كمجموعه يعني، انا بكلمك بمنتهى الصراحه. انتوا كابتن مثلا ساعتها اعتبرتوا نفسكم كبش فدا للشخص اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ طبعا. بص المشكله انه ما كانش في استغفر الله العظيم احترام للشخصيات يعني. بص يا اسلام، انا عارف قدر نفسي، ما انا شخص طيب ومتواضع وسلس وسهل جدا فوق ما تتخيل. لكن في نفس الوقت هتتجاهلني، هتركب حد صغير، الامور هتمشي. لا دي كوره كابتن، حتى لو كوره يبقى حضرتك وكابتن مجدي وكابتن حازم على الاقل لكم دور. لا على الاقل انا بقول لك ما يمشيش كوره يعني. انا بقول لك ده ابدا ما يمشيش معايا. لازم انا ممكن اطرح فكره او راي، وعلى الترابيزه ما اخدش اغلبيه، اول واحد اكون مأيد القرار ما عنديش مشكله. لكن انت القرار وتاخد اغلبيه وبعدين ترجع تغيره، شغل بقى اللي هو ضرب السنون والتوقيع. هو الشخص ده يا كابتن شوبير اكتسب ثقة الباشمهندس هاني ازاي؟ اصل انا عارف ان المهندس هاني صعب، بس عايزين بصراحة كده. لا هاني مش صعب. مش صعب؟ هاني طيب. هاني مش صعب.